بعد وفاة والدك بدأت حلقة نار كلش كبيرة بحياتك، صارت المسؤولية صار براسك وصرتي أنت مسؤولة عن عائلة كاملة. تغير كل شيء حتى الشخصية. تخيل أول شيء شلون توفى الوالد؟ توفى يعني كانت عنده أمراض قلب وجلطة وما أعرف شنو. بس احنا كل شيء ما كنا ندري بهاي امراضه، يعني هو لما توفى كاتب دفتر مذكرات وكاتب بيه امراضه. أوه. لما كنا ندري ما قال لكم ابدا. لا شو وقت توفى؟ 2013. شنو صار بعد وفاته؟ يعني حياتنا كلها تغيرت، واني يعني تغيرت حياتي جذريا. يعني اني اعتمدت على نفسي، شلت المسؤوليه كلها، لانه احنا عائلتي بس 3 بنات وامي، احنا ما عندنا اخوان، فشلت المسؤوليه وانا بعمر صغير كلش. انت اللي كبيره صحيح؟ لا انا صغيره. لا ليش انت وقعت بس براسك؟ انا حسيت انه انا اقوى واحده باخواتي صراحه. قدرت اقاوم كل شيء واوقف على حالي. شنو اشتغلتي؟ انا اشتغلت هواي شغلات بحياتي، يمكن اغلب الناس ما يعرفوها. بس يعني اول شغله اللي هي مندوبه، وما اخجل يعني احكي مندوبه، اطلع من الصبح لليل. ثاني شغله اللي يعني تطورت شويه، اشتغلت شنو اسمه؟ ايش يقولوا له؟ منفذ. منفذ مال الكيكارد. اشتغلت بيها ماتينة، كنت اشتغل من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 12 بالليل، ينطوني 300,000 وبس تاكسي اخذ 200، يعني بس 100,000 احصل. بعدين لا صارت تجيني فرص، من اشتغلت بالمنفذ جتني قناه وقتها، قناه كرديه. فاشتغلت وياهم فتره وبعدين يعني صارت تجيني الفرص ما شاء الله هواي. يعني الله فتحها بوجهي يعني. وانت تستاهلين. يعني التجربة هاي شنو علمتك؟ الشغل بعمر مبكر يعني شنو علمتك هاي؟ أحلى شيء بهاي التجربة إنه علمتني إنه صدق أعتمد على نفسي، وعلمتني إنه أكون قوية كلش. فأني أنصح كل البنات إنه يعتمدون على نفسهم، يعني يشتغلون على نفسهم، يعني يغيرون من ذاتهم. أنا كلش أحب البنية اللي تعتمد على نفسها، وأني أفتخر يعني. أنتي تفتخرين لأنه يعني يكفي إنك تقولين إنه مريتي بكل هاي الأمور، يعني من مندوبة صغيرة إلى اليوم بلوجر لماركات مهمة. الحمد لله. أكو أيام صعبة بهاي التجربة ما تنسيها؟ أيام ضيق مادي مثلاً؟ هواية كانت. أقول لك أشتغل من 9 بالليل إلى 12 بالليل، من 9 الصبح إلى 12 بالليل، يعني ما حصل بس 300,000، 200,000 للتاكسي، يعني 100,000 حصل، شو أسوي بيهم؟ ما اسوي لك يعني. احيانا ما عندي فلوس اشتري ملابس وكذا، مع العلم انه ما شاء الله ابويا كان كلش معروف. يعني كصيد كلش معروف. بس للاسف ابويا يعني نفسيته بالضبط، يعني ما خلى شيء لنا، او يعني كل حياته وكل عمله كان بالخارج. فما انطى اي حقوق بالعراق. طيب للعلم يعني يقين ما قال هذا الموضوع، بس هي من عائله معروفه كلش. عائله معروفه بالثقافه يعني والادب.